يس 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 يس. روح احلى شعرك يا مسمار. ماشي يا ميا. يس يس يس. بتقولي عليا؟ اه يلا امشي. بقولك ايه يا سوكا؟ ايه مك؟ تعالي نروح نغزو البت امنية لعمية، هنقول لها ماما جايبالنا مكنة فشار ومكنة غزل البنات. بس دي عمية مكة، هتشوف ازاي؟ عادي تحسس عليهم. وكمان هنقول لها سكان العمارة ما بيزعقلناش. عارفة ليه؟ علشان هي عمية وماشية بتتنق علينا كده، تمشي رافعة راسها كأنها ايه؟ وعمال تتنق علينا، لكن احنا الحمد لله بنشوفه وماما مش حرمانة من حاجة. بنشوفه وعندنا مكان غزل بنات ومكان فشار والناس بتحبنا. يلا بينا. لا لما اكمل مصر. يلا يا ستة بسرعة يلا عشان نغزوها. ماشي يلا. ازيك يا امنية، عاملة ايه؟ بقولك ايه يا امنية، انت عارفة ماما جابت لنا مكنة فشار ومكنة غزل بنات، وعايزة اقولك حاجة، انت اول واحدة يا امنية هتيجي تبصي على مكنة الفشار ومكنة غزل البنات. عشان عارفة ليه؟ عشان احنا بنحبوك وعارفين ان بصوا حلو علينا. حلو علينا. طب ماشي، استأذنوا ماما الاول عشان ماما ممكن ما توافقش. طب هي فين؟ ماما جو. يا خالتي يا أمنية يا خالتي. ايوه ايوه مين يا خالتي؟ ايوه يا أمنية. عامله ايه يا خالتي؟ وحشتيني والله، وحشتيني والكرام. ازيك؟ وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ازيك؟ طب تعرفي يا خالتي، الحمد لله والله، ومالكي عليا حلفان، انا بحبك زي امي. ربنا يخليكي. والله انا عارفه يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انتوا عايزين ايه؟ عايزين امنيه معانا عشان ماما جابت لنا مكنه غزل بنات ومكنه فشار، عايزين امنيه تيجي تشوفها. عايزه اروح معاهم. طب تعالي. ماشي تعالي امنيه. نعم امنيه، انا مش عايزاكي تروحي معاهم. لا يا ماما انا عايزه اروح معاهم. انا بخاف عليكي يا امنيه عشان خاطري. لو انت بتحبيني يا ماما خديني معاهم. يا ماما وديني معاهم والنبي يا ماما. طب تعالي. مكة سوكة إيه أمنية معاكوا في عينيكوا. ما تخافيش يا خالتي، انت هتسلميني أمانة. عينينا الاثنين هتسلميني أمانة، هرجع لك نفسي أمانة. ما تخافيش يا خالتي، أنا قلت لك بحبك زي أمي. طب خلي بالكوا عليها. حاضر. ماشي أمنية، خلي بالك على نفسك. حاضر. اصبري يا مكة، أما سلم على خالتي. والله بتوحشني، والله خالتي بتوحشيني. خلاص يا سوكة يلا بينا. ماشي امسكيها يا سوكة، اسنديها يلا. تعالي تعالي، خلي بالك عليها. ربنا يستر. سي دي مكنة الفشار اهي، شايفاها؟ اه حلوة حلوة، جميلة قوي. طب تعال تعال. دي بقى اهي فين؟ التلاجة اللي ماما كانت جايبها لنا. ماما جايبها لنا بس لسه هتبيضها. اهي الباب بتاعها اهي. هي متتفتحش ليه؟ لا ما بتتفتحش، عايزة تتبيض. تتبيض؟ هو في اهي هي في تلاجة بتتبيض؟ هتتبيض. حلوة حلوة حلوة، بس هي خشنة شوية. بس ماشي. اه تعالي تعالي. ايه ده؟ دي مكنة الفشار بقى من جوه. ايه رأيك؟ حلوة جميلة جميلة. جميلة يعني؟ اه حلو. طب تعالي تعالي. اوعي توقعي اوعي توقعي. دي بقى ايه؟ بصي شايفة مكنة الغزل بنات عاملة ازاي؟ ايوه ايوه حلوة جميلة والله. حلوة؟ اه. ماشي عادي عادي. ايه رايك يا امنيه؟ مبروك عليك. الله يبارك فيك. شوك ايه؟ عايز ايه يا مسمار؟ انا عايز غزل البنات وفشار. انا فاعل. بس مفيش فشار يا مسمار، بعد ساعه تعالى. عايز نفعك يا شوك. نفعني؟ ايوه. اعمل ايه؟ مفيش، امي مش موجوده. طب ماشي يا شوك، امي بتسلم عليك. ام منى. امك اسمها منى ولا اسمها داليا يا مسمار؟ لا، ما بالنهار بابا بيقول لها يا منى، بالليل بيقول لها داليا، وانا الصبح بقول لها يا عفان. ده انت غلس. طب هات الفلوس يا مسمار. انت مفيش فشار؟ والله ما في يا مسمار، تعالى بعد ساعة يا مسمار. انا حبيبي برضه، مش هتجيب لي فشار. يا مسمار تعالى بعد ساعة، وبعدين يا مسمار لو عايزني احبك يعني. ايوه. فيها سكر.
ابدو. خليك عاقل يا مسمار. ايوه انا لو عايزني احبك يعني يا مسمار. أيوة. تروح غير روح غير الحلقه. أيوة. دي يا مسمار واحلى حلقه رجاله يا مسمار كده عشان لما اكلمك احس ان انا بكلم راجل مش عايز صغير يا مسمار. انا عارف يا سوجا عايزين احلق الحلقه ليه؟ ليه؟ عشان بنت ما تعكسنيش. انا عارف بتغير عليا يا سوكا. انت عارفه يا سوكا لما اتجوزك بالليل هقول لك يا قطتي والصبح هقول لك يا سوكا. لا والنبي. ايوه يا حبيبتي. هات يا مسمار يا مسمار السكر بفلوس. ماشي. عايزه مسالي مسالي. ماشي. ايوه يا مسمار. هات يا مسمار. بعد ساعه تعالى خد. حلو قوي بتاع ده. عايز البنات ده حلو. انت دقت يا مسمار؟ هاي اهو. حلو غاز البنات ده. امشي يا مسمار يلا. بس ابعد ليه غاز البنات ده؟ امشي يا مسمار يلا. مش عايز حاجه يا ميلو؟ لا. سلام يا ميلو. عايزك تروح. يس 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 يس. روح احلق شعرك يا مسمار. ماشي يا ميلو. يس يس يس. بتغير عليا؟ يلا امشي. دي غادي بتحبيني يا ماي لوف. يا مسمار يلا امشي. امشي يلا. حاضر. مش هتروحوني بقى لماما؟ لا والله ده انت هتكملي معانا اليوم النهارده. خليكي قاعده معانا شويه. ده خالتي خالتي بنفسها موصياني عليك. ماشي شكرا يا سوكا. بصي بقى ايه يا امنيه. ايه في هنا زرار؟ سوكا. ايه يا مكة؟ بقول لك ايه، ايه رايك نشغله مكنه غزل البنات والفشار؟ يا مكة ماما قالت ما تشغلوش مكنه الفشار عشان بتكهرب. طب بص يا سوكا تعالي عايزه اقول لك حاجه. احنا عايزين نشغلوها علشان امنيه تحط الفيشه وتتكهرب. فريد الكهربي. ما احنا عايزينها تتكهرب نعمله فيها مقلب يا سوكا. خليكي ذكيه وشغلي عقلك ده. حتى لو اتكهربت مش مشكله احنا مالنا. احنا مالنا، هي اللي حطت الفيشه بنفسها. فكره حلوه يا بنت يا مكه. ماشي. امنيه بصي بقى هنا ايه؟ دي المكنه ومحطوطه ايه على ترابيزه صغيره كده. حلوه؟ ايه رايك؟ حلوه جميل. ماشي. بصي الترابيزه اللي حاطين عليها الحاجات. فوت اهي فوت. ماشي. حلو دي مكنه الفشار. ايه رايك؟ بصي بقى دي الفيشه بتاعت مكنه الفشار. فين؟ اهي. حطيها انت بقى يا امنيه عشان انت وشك تخلع علينا. بجد؟ حطيه عشان انت وشك حلو علينا يا امنيه. حطيه. لبن يعني عشان تجري لها ده موال. لا لبن. الفيشه دي فيها كهرباء. ايوه روح يا مكه بسرعه استنى اجيب لك لبن بسرعه. امنيه بصي يا طارق. امنيه خدتها تتفرج على مكنه الفشار ومكنه غزل البنات. ايه اللي حصل؟ فهي قالت انا عايزه اكل فشار. قلت لها ماما قالت الفيشه دي بالكهرب. قالت لا اهي ضد الكهرباء وضد النار وصممت ان هي تحط الفيشه. يا طنط والله العظيم. فين وعملتها؟ لا فين بقى؟ هي مش البوابه اللي جنبينا يا طنط. فين وعملتها؟ يا امنيه يا امنيه يا امنيه عشان خاطري. وسع وسع كده يا حبيبتي وسع. خد شباب يا شباب قوميها قوميها. قومي قومي يا بنت هات الكرسي اللي هناك ده. قومي هات الكرسي اللي هناك. اشربي اشربي معايا اشربي معايا. فوقي فوقي اهو الكرسي. قومي يا ناشي لا معايا انا على الكرسي ده. استنى بس اشرب اللبن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خد يا هات هات. بص 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 معايا والنبي. هو
وقت ولا لا؟ كملي لبن كملي. بنتي احسن ولا لا؟ استني استني فاهمة حاجة دلوقتي مش مفهوم. يا رب تفوق. تفوق والله يا تفوق ان شاء الله. ده ساعة قوي. لا حول ولا قوة الا بالله. خدي خدي ازازة مية اهي. لا مية دلوقتي لا انا عايزة لبن بس. ها فوقتي؟ فوقتي؟ يا أمنية أمي يا أمنية. قومي يا حبيبتي فوقي. بس يا بنتي بتعملي ايه؟ قلتلك لبن بس. كويسة دلوقتي؟ الحمد لله. في فين مامتها؟ مامتها مش معاها ليه؟ سيبيها خلاص انا هوديها بقى. توديها ازاي؟ توديها يعني؟ ايه؟ وازاي؟ وازاي كهربت المكنة؟ فهميني بقى ايه اللي حصل كده؟ بصي أمنية عشان بحبها يعني خدتها تتفرج على مكنة الفشار ومكنة غزل البنات. والله وأول واحدة جت تشوف المكنة. أمنية إيه؟ كانت عايزة تاكل فشاري. قلنا لها يا أمنية المكنة بتكهرب. ماما قالت لنا المكنة بتكهرب. يا أمنية لأ يا أمنية لأ. صممت وقالت أنا ضد النار وضد الكهرب. ثانية واحدة، يعني مامتك عارفة إن المكنة بتكهرب ومشغلكوا عليها؟ آه. طب افرضي بقى دلوقتي ما كانتش كهربت أمنية وكان الكهرب حد من عيالنا، فاكرة إن أنا كنت ممكن أسقط لك؟ والله كنت وديت كل اسم عملت لكم بحر. ابوك فين؟ انا مالي ايه؟ ابوك فين؟ ابويا جوه. نادي يا بابا يا بابا. وازاي ماما امنيه تسيبها كده؟ والله العظيم انا مستغرب. سيبها مع عيال زي دول ازاي يعني؟ المفروض تبقى معاها عشان ظروفها. انا والله العظيم ما اعرف في ايه بس. طب عليكم في حاجه ولا ايه؟ يا باشمهندس عامل العربيه بس حاجة ادي خير. خد هنا يا عم. يا باشمهندس عيالك يا عم كان هيموتوا البت ديت. وانت عارف ان المكنه الفشار والمكنه بتاع ده بيكهرب. لا والله ده احنا لسه ما عملناش سلك الكهرباء جاي يظبطها. كهرباء ايه يا عم؟ ايه؟ احنا استأذنا منكم تجيبوا ايه حياة الناس لعبة ولا ايه؟ مش احنا استأذنا منكم؟ ابو سوكا عارف المخنة بالكهرب، لو كان من حد من عيالنا كنا سكتنا لك. والله العظيم ما كان هيكفيني فيك عمرك ولا انت ولا عيالك. شو ما قالت لك ما تشغلهاش انت وهي؟ يا بابا بأمنية ايه اللي صممت وقالت انا ضد النار وضد الكهرباء؟ ليه كده يا أمنية؟ ليه بتشغليها؟ واحنا قلنا لها يا بابا وماما هتنقلها. استنوا اسمعوها. اوعوا الفيشة ازاي يعني؟ اسمعوها. ثواني هم مسكوا ايدي وقالوا لي امسك الفيشة وركبيها على بعض عشان بس انت وشك حلو علينا. فانا سمعت كلامهم بعد كده اتكهربت وما اعرفش اللي حصل تاني. انا عليك غلطانين. لا افرض دلوقتي لو كان الموضوع دوت حصل مع ابني كنت عملت فيك ايه؟ تعال لي كده اهو. ايه بس يا باشمهندس؟ تعالى بس تعالى اسمع مني بس. العربية. يا عم تعالى بس. يا باشمهندس امسح العربيه. تعالى كده اهو. يا باشمهندس انا الكلام دوت اه ها يتشال دلوقتي. ماشي تمام. الكلام ده ايه؟ اتشال اتشال مش اتشال دلوقتي. احنا غلطانين اللي وافقنا بالموضوع ده في الدخل عندي وانت بواب مهم. تمام ماشي. انت بواب ايه؟ مهم يا باشمهندس. وعيلك دول غلطانين وبوابين وعيلنا مهمله كمان. ماشي والله ما سايبكم. خلاص حقك عليك. خش جوه تعيش من جوه. والله العظيم ما سايبكم يا باشمهندس. خلاص بالاخر بقى. اه باشمهندس عشان اريح دماغي وادي ضميري. مش شايل مسؤوليه ومهمل بعدك وربع ساعه ما لكش في العمار. بص انا لو اتعصبت هديك بالرجل دلوقتي. يا عبد بص يا عبد اقدمهم لك والمصحف ولا سيبك. يا باشا انا هاخدك على الاسم دلوقتي. خلاص يا باشمهندس والله هاخدك على الاسم. خلي امها تعمل لكم محضر. انا اسف. لا يلا لما اخش لما هدومك يا بنت الدوايه. خش جوه. والله ما انتوا قاعدين فيه. تعالي يلا خش قدامي. احمد والله ما هتقعدوا فيه. انا عايز اروح لماما. احمد ام امنيه غلطانه لازم نوقعها. انا عارفه اللي عملته ده غلط. انا عايزه ماما. ما ينفعش تسيب بنتها كده تمشي مع اي حد. طب تعالي وديها لها. ماما انا عايزه ماما. ايه دي يا حبيبتي؟ انا هوديكي لماما. يا حبيبتي قادره تمشي ولا لا؟ اه قومي معايا. تعالي اوديكي لماما. كويسه دلوقتي؟ اه تعالي. انا حبيبتي. تعالي. السلام عليكم. أمنية مالك يا أمنية؟ بس بس عادية بس لو عادية بس في إيه بس إيه اللي حصل فهموني؟ اقعدي حبيبتي مالك يا أمنية بالراحة؟ في إيه فتاهم عملت حاجة؟ ينفع دلوقتي يا أم أمنية تودي بنتك مع شوية عيال؟ هي مش البنت أمنية دي مسؤوليتك؟ أيوة طبعا دي بنت نور عينيا. عندك أغلى منها في حياتك. دي نور عينيا والله. طب هي لو نور عينيكي أي حد يقولك هاتيها تتمشى معانا شوية ولا تيجي معانا تديها له كده على طول. بس احكي لي إيه اللي حصل بس يا مدام؟ البنت سوكة ومكة كهرباء في المكنه اللي جايبينها دي عندهم وبنتك واحنا نازلين بالصدفه لقيناها واقعه في الارض. والحمد لله لحقناها بكوبايه لبن عشان تجري لها الدوره الدمويه وفائت. بس ينفع يعني تبقى معاكي امانه في ايديك؟ انت مش بتحبي بنتك. والنبي يا مدام انا كنت عايزه اوديها يا امنيه. انا كنت راضيه اوديكي. لا 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 يا ماما انت ما كنتش راضيه توديني. انا اللي قعدت اتحايل عليكي يا ماما. معلش يا ام امنيه عايزه تروح روحي معاها. خلاص ماشي ربنا يخليكي يا ستي. بس انت غلطانه خلي بالك.
انا والله والله ما كنت عايزه اوديها، انا بس مش عايزه ازعلها عشان ما تحسس ان هي ناقصها حاجه. ما تسيبنيش لوحدي تاني يا ماما. ما تخافيش يا حبيبتي، انا اي مكان اروح هاخدك معايا يا ماما. وانا مش هسيبك والله يا امنيه، وانا غلطانه يا حبيبتي. بصي بقى يا امنيه، انت عارفاني انا مين؟ ها؟ بصراحه لا، انا بقى ابو فيروز وابو حياه، ساكن في العمارة اللي جنبكم. شكرا يا ابو فيروز وشكرا يا ابو حياه. شكرا يا طنط. انت كويسه دلوقتي ولا اوديكي مستشفى؟ لا انا كويسه كويسه. حافظي عليها والنبي. ربنا يخليكي يا مدام يا رب. انتي نور عينيها، لو هي مش بتشوف انتي نور عينيها والله تبقي معاها على طول، ومحدش هيخاف عليها قدك برضو. دي هي حياتي والله العظيم، انا ما بسيبهاش. ربنا والله ربنا بيرزقك علشانها. الحمد لله اللي وصلت لحد كده. ربنا يخليك في حياة يا رب. ربنا يخليك يا رب. شكرا، انا بشكركم بجد. ماشي يا حبيبي، شكرا ليكوا، ربنا يخليكوا يا رب. شكرا شكرا. كده برضو يا امنيه يا حبيبتي، كده برضو مش قلت لك بلاش تروحي معاهم يا امنيه؟ ما سمعتيش كلامي، كنت هتضيعي مني يا امنيه. انا اسفه يا ماما، انا مش هروح مكان من غيرك تاني والله يا ماما. بعد كده مش هسيبك ابدا ابدا تروحي في حته لوحدك. انا كنت هموت يا ماما والله. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي، الف بعد الشر عليك. طب تعالي ادخلك جوه ترتاحي بقى، قومي يلا معايا. بس حبيبتي حقك عليا، تعالي اطلعي بالراحه. تعالي حبيبتي احكي لي يا امنيه، كهربتي ازاي؟ بالراحه على مين؟ احكي لك يا ماما. قولي يا حبيبتي. بصي يا ماما، وانا كنت قاعده عندهم مسوا في ايدي وخلوني المس مكنه الفشار وكمان مكنه غزل البنات، وبعد كده قالوا لي عشان انت وشك حلو علينا عايزينك تمسكي الفيشه وتوصليها وتركبيها يعني على بعض. ايوه. وانا سمعت كلامهم، لما وصلتهم اتكهربت يا ماما وقعت على الارض. لما انا كنت واقعه سمعتهم بيتكلموا بيقولوا ان انا قلت لهم انا عايزه اوصل الفيشه، انا عايزه اوصلها، وانا ضد الكهرباء وضد النار، ما تخافوش عليا. وانا ما بديتش اسمع الكلام. هو انت قلت كده بجد؟ لا، وهم قالوا لي لا يا امنيه ما تعمليش كده. وانا اساسا يا ماما ما قلتش الكلام ده والله يا ماما، قلت اي حاجه. تعرفي يا ماما قالوا ليه كده؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان هم مش بيحبوني يا ماما، وانا مش هكلمهم تاني. سو كومك. يبقى كده يا امنيه هم كانوا عايزين يضروكي بس ربنا سترها معاك. اه يا ماما. صح يا حبيبتي؟ صح. الحمد لله يا امنيه ربنا سترها معايا، وبعد كده مش هسيبك مع حد ابدا، حتى لو جت اختي وامي قالوا لي هاتي امنيه عمري ما هسيبك. ربنا يخليكي ليا. الحمد لله يا امنيه ان ربنا ما سمعتش كلامك يا ماما. الحمد لله يا حبيبتي ان ربنا سترها معاكي. تعالي يا حبيبتي.